الوث 2019 انطلاقة سن الكبار سن الحول والزمول لأبناء القبائل لهذا اليوم يوم الجمعة. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مسار وانطلاق هذا الشوط هو الذي خصص للحول المهجنات الأصائل في تعداد أشواطنا الشوط الثاني، حيث من تتابعون هذا الانطلاق عبر قناة ياس الرياضية. نذهب مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى المركز الأول. نرى الذهيبة من تسيطر مع مقدمة الشوط للشيخ عبد الله بن حم العامري من يقدم لنا الذهيبة مع المقدمة ومع الصدارة. المركز الثاني اللي في المركز الثاني من تأتي مشاهدينا الكرام وترافق الذهيبة في هذا الانطلاق والمسار تتقدم بتقدم ممتاز. هناك اللي هي ملوح راشد بن جمعة بن مرزوق الشامسي من يقدم لنا ملوح مع المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث وإلى خيرة منصور بن علي بالخصم الكتبي من يقدم لنا خيرة مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز من تاتي زعفران خليفة بن محمد بن خليفة الخيلي من يقدم زعفران محتلة مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس ريمة سعيد بن علي بن سالم بن علي الكتبي من يتقدم ويقدم هذا الشعار ويقدم ريمة مع المركز الخامس. انتخر ونشوف اللي في المركز السادس لناتي بالعشر الأوائل المنطلقة من يزين أرضية عاصمة الميادين الحول المهجنات الأصائل. نذهب مباشرة إلى المركز السادس ومن تأتي مع المركز السادس تتقدم بهذا المسار وبهذا الانطلاق. هناك مشاهدينا الكرام صيت تعود الملكية لسالم بن علي بن بخيت المسافري من يقدم لنا صيت مع المركز السادس. وفي سابع المراكز أرى اللي هي وصال غانم بن علي بن حمودة الظاهري من يقدم وصال محتل مع المركز السابع. ثامن المراكز من تاتي النايفة خليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي من يقدم لنا النايفة مع المركز الثامن. تاسع المراكز من تتدخل وتاتي اللي هي وقت تعود الملكية لمنصور بن الصغير بن محمد المنصوري. عاشر المراكز وختام ندائنا الأول تتقدم تحذير حمد بن وقاش بن محمد العامري. هكذا النتيجة هكذا النداء الأول لهذا الشوط. ونعود إلى المقدمة نعود إلى ركب الصدارة في مقدمة الشوط ومع المركز الأول من تسيطر مع البداية. هناك الذهيبة هي في مقدمة الشوط مع المركز الأول. تعود الملكية للشيخ عبد الله بن حم العامري من يقدم لنا الذهيبة مع المقدمة ومع الصدارة. ولكن التغيير مع مقدمة الشوط اللي غيرت على المركز الأول واحتلت الصدارة بمسار وتقدم ممتاز. خيرة خيرة هي من اختارت المركز الأول واختارت موقع الصدارة لها. تعود الملكية لمنصور بن علي بالخصم الكتبي من يقدم خيرة مع البداية ومع المركز الأول. ثاني المراكز من تاتي اللي هي مشاهدينا الكرام ملوح لراشد بن جمعة بن مرزوق الشامسي من يقدم لنا ملوح. المركز الثالث اللي في ثالث المراكز من تاتي يرى الهريمة سعيد بن علي بن سالم بن علي الكتبي من يقدم لنا ريمة مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع زعفرانة خليفة بن محمد بن خليفة الخيالي يقدم لنا هذا الاسم اللي زعفرانة مع المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز من تتقدم مشاهدينا الكرام ذهيب الشيخ عبد الله بن حم العامري تتقدم بهذا المسار مع المركز الخامس. نشوف اللي في المركز السادس الوصول والتقدم. هناك مشاهدينا الكرام نتأخر واللي ناتي بالعشر الأوائل المنطلقة في هذا الشوط. هناك مشاهدينا الكرام المتنافسة هؤلاء الشعارات التي صالت وجالت في عالم هذه الرياضة في عالم رياضة سباقات الهجن. هناك القدوم اللي وصلت اللي هي تحذير حمد بن وقاش. هناك مشاهدينا الكرام بن محمد العامري من يقدم
لنا تحذير من تتقدم إلى المركز السادس وفي سابع المراكز من تاتي وقت تعود الملكية لمنصور بن الصغير بن محمد المنصوري يتقدم ويقدم هذا الشعار. ثامن المراكز تاتي اللي هي صيت سالم بن علي بن بخيت المسافري. المركز التاسع تاسع المراكز سرابة علي بن خليفة بن رشيد السويدي. أول إذاعة مشاهدينا الكرام لسرابة. عاشر المراكز من تنطلق مشاهدينا الكرام بهذا التقدم النايفة خليفة بن محمد بن زاهرة آل خيلي. هذا النداء الثاني للمركز ولهذا الشوط الذي لا يقل أهمية. الحول المهجنات الأصايل لمن ناموس هذا الشوط ما بين هؤلاء الشعارات ما بين هؤلاء الأسامي. ونعود إلى البداية نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام اللي في المقدمة واقتربنا من انتصاف المسافة الأربعة كيلو متر مشاهدين الكرام. نصل إلى لافتة الأربعة كيلو متر ومقدمة الشوط خيرة مع المركز الأول خير مع المسار الأول مع الانطلاق الأول من يقدمها منصور بن علي بالخصم للتبي في مقدمة الشوط. ومع المركز الأول ثاني المراكز اللي في المركز الثاني تتقدم بهذا المسار وتنطلق مشاهدين الكرام ملوح راشد بن جمعة بن مرزوق الشامسي من يقدم لنا ملوح. ومن الجانب الآخر مع المركز الثالث هناك مشاهدين الكرام من تاتي مع المركز الثالث ريمة. تعود الملكية مشاهدين الكرام لسعيد بن علي بن سالم بن علي الكتبي. المركز الرابع رابع المراكز أرى اللي هي زعفرانة خليفة بن محمد بن خليفة آل خيلي مع المركز الرابع محتلة. خامس المراكز اللي في المركز الخامس تحذير حمد بن وقاش بن محمد العامري من يقدم هذا الاسم القدوم والوصول. هناك سرابة علي بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام الأسامي تقدمت الشعارات انضمت الكل مشاهدين الكرام من المشاركين بدأ يتقدم لأننا نقترب من جسر العبور نقترب من جسر العبور. هناك أيضا صيت سالم بن علي بن بخيت المسافري من يقدم صيت وقت منصور بن الصير بن محمد المنصوري. يا سلام ولكن أرى اللي هي وصال غانم بن علي بن حمودة الظهري من يقدم وصال. من اللي قادم شقرة وصل الصغير بن سعيد بن سهيل العميمي من يقدم لنا شقرة. وأول إذاعة وأول نداء لشقرة من تغير من مركز إلى مركز. القادمة الواصلة هنا القردة مشعل بن حسن بن عبد الله الزيد الشريف من يقدم لنا هذا الاسم. وأول إذاعة مشاهدين الكرام للقردة من تغير من مركز إلى مركز. الله الله أسامي تدخلت وصلكم السبوسي ووصلتكم التماس ويا مرحبا بالتماس محمد بن أحمد بن علي السبوسي أول إذاعة الالتماس. هكذا النتيجة هكذا النداء مشاهدين الكرام في هذا الشوط. نعود إلى البداية نعود إلى المقدمة نعود إلى الصدارة. المركز الأول بن رشيد السويدي احتل الصدارة احتلت سرابة علي بن خليفة بن رشيد السويدي من يقدم سرابة مع مقدمة الشوط. ومع المركز الأول تليها مباشرة تحذير وحذاري من تحذير حمد بن وقاش بن محمد العامري. 2 كيلو يا أخوان عن الناموس للشوط الأول للمهجنات الحول الأصايل. هناك أيضا اللي وقت منصور بن الصغير بن محمد المنصوري من يقدم لنا وقت. وصال غانم بن علي بن حمود الظهري من يقدم وصال تاتي مباشرة مع المركز الرابع. المركز الخامس من تتقدم شقرة الصغير بن سعيد بن سهيل العميمي من يقدم هذا الاسم. الوصول الجديد والتقدم الممتاز. هناك الله 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 التماس تعود الملكية من يقدم لنا التماس محمد بن أحمد بن علي السبوسي. نعود إلى البداية نعود إلى المنعطف الأخير كيلو ونصف الكيلو. هنا الحول اقتربا من بعضهم لبعض الكل باحث عن الناموس. الواصل شواهين سعود بن علي بن عبد الله الحبسي وهنا أول ذع لشواهين غيرت مباشرة إلى المركز الرابع. ولكن سرابة في المقدمة بن رشيد السويدي عاشق السلال الشاهينية هو مع مقدمة الشوط. ومع المركز الأول مسيطر علي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثاني وصال التماس
الحماس ثالثا، القرد رابعا، لمن الشوط لمن لمن الشوط يا اخوان. الكيلومتر الاخير، اقتربنا من الكيلومتر الاخير، ما تبقى الا القليل. صدرت الاوامر، الكل تقدم، الكل انطلق من اجل الفوز والناموس. وسرابه مع المقدمه، سرابه ووصال، وصال وسرابه. نعود الى البدايه، نعود الى المقدمه، الى الصداره. مشاهدينا الكرام، هناك ايضا القادمه الواصله في هذا الشوط، هناك القرده، سراب ووصال، القرده يا سلام. ومن الجانب الاخر من تاتي الهريمه، ريمه يا سلام، ولكن سرابه. وايضا شواهين، شواهين، الكل انطلق، الكل تقدم. من القادم، من الواصل، القليله، حسين بن علي بن محمد، هناك بن مهيد القرشي واول اذاعه، وايضا هناك اللي هي سلام من تاتي اللي هي شقره، ولكن شواهين وسرابه، سرابه، سرابه، طارن الحول طارن، الكل تقدم. يوسلوب يا بن رشيد، يا سلام يا شقره، 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 هنا شقره الصغير بن سعيد بن سهيل العميمي، وسرابه يا سلام، وشواهين، ولكن القادم احلى. هناك ثومه، 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 ثومه يا ثومه، ما يبنى له طار الا مع الامتار الاخيره. عبد المحسن بن بيشان بن فهيد العقمي، يا سلام، اشكرك، اشكرك من يقدم لنا ثومه لعبد المحسن بن بيشان الرزق العقمي، يا سلام. اسعد الله صباحك يا بن بيشان، اسعد الله صباحك، وسق الله دارك. ما يبنى لها طاري الا في اللحظات الاخيره، ونالت شرف الناموس وهدت بن بيشان هذا الناموس. سلام المملكه، سلام، سلام المملكه، سلام، سلام ثومه، سلام عبد المحسن بن بيشان بن فهيد الرزق العقمي على هذا الانتصار. المركز الثاني منات شقره صير بن سعيد بن سهيل العميمي. المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام ثالث المراكز. المركز الثالث مشاهدينا الكرام بن صوغان جمعة بن محمد بن سعيد بن حميدان، وأول إذاعة لبن صوغان مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع التماس، تعود الملكية مشاهدينا الكرام لمحمد بن أحمد بن علي السبوسي. خامس المراكز، من وصلت مع المركز الخامس، المركز الخامس سرابة لعلي بخليل برشيدس السويدي. نذهب مباشرة إلى ثومة وإلى بن بيشان، قطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام، 12 دقيقة 44 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لك يا بن بيشان على هذا الفوز والانتصار في هذا الشوط. ثاني المراكز نشوف مع المركز الثاني، نرى الدخول مع المركز الثاني من المخرج العزيز حسين السيد. بالفعل هي شقرة صغير بن سعيد بن سهيل العميمي من قدم لنا هذا الاسم، قطعت المسافة في زمن وقدر 12 دقيقة، التوقيت الزمني 47 ثانية 6 من الأجزاء. تهانينا والناموس. ثالث المراكز التماس، التماس، التماس بالفعل مع المركز الثالث من خلال التأكد لمحمد بن أحمد بن علي السبوسي من قدم لنا التماس، قطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام. التماس توقيتها الزمني 12 دقيقة 47 ثانية 8 من الأجزاء. المركز الرابع، من أتت المركز الرابع بن صوغان جمعة بن محمد بن سعيد بن حميدان. خامس المراكز سرابة، من احتلت المركز الخامس سرابة علي بخليفة بن رشيد السويدي. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس. التواصل يستمر والانطلاقات تتجدد مع هذه التحديات المثيرة، الانطلاقات المميزة في هذا الصباح المميز، ختامي الوثبة 2019، هذا المهرجان الختامي السنوي الخاص بسباقات الهجنة العربية الأصيلة الذي يقام في عاصمة الميادين ميدان الوثبة، حيث تتوالى الأشواط وتستمر التحديات.